وفي التقرير الخاص إصرار لدى منظمي المهرجانات على إقامتها في مواعيدها رغبة منهم في إنقاذ الموسم السياحي. تقرير هيثم خواند. أحداث أمنية متنقلة، حرق إطارات وقطع طرقات وظلمة تلف لبنان، احتفالات ومهرجانات وسهر وسياحة، وجهان متناقضان لبلاد واحدة. صح فيها سؤال النائب وليد جنبلاط يوما: كيف يمكن أن نجمع هانوي وهونغ كونغ معا؟ السياحة هذا العام تدق ناقوس الخطر. وزير السياحة فادي عبود حزم أمتعته وغادر إلى الخليج العربي، وتحديدا إلى الإمارات العربية المتحدة، في محاولة رسمية جديدة لفهم أبعاد قرار حظر السفر إلى لبنان والسعي لتذليل العقبات التي تحول دون إلغائه. في هذا الوقت تستكمل التحضيرات لافتتاح المهرجانات الثقافية والفنية التي ستعم مختلف المدن والبلدات اللبنانية، والتي ستستقدم أبرز الفنانين اللبنانيين والعالميين لإحيائها. فكيف يبدو المشهد هذا العام؟ يعني ما فينا نقول انه اقبال جيد جدا، بس جيد نسبه للظروف اللي عم نعيش فيها، مش مثل السنه الماضيه بس جيد. يعني عمليه البيع عم بتكون 50%. الوضع الامني المتعزم لم يهدد حتى اليوم استمرار هذه المهرجانات. لحد هلا ني ولا حدا سال سؤال حول هالموضوع او استفهم انه شو عم بصير بهالبلد او انه يعني عمل اي رده فعل بالنسبه للبرنامج. اكيد بعدنا متفائلين. هلا ني بتعرف مواسم امتحانات والناس كمان من برا بعد ما اجت، ويعني نظرا للظروف الحاليه كان بنتمنى مثلا الاخوان العرب يكونوا موجودين. يعني هيدي ظاهره هالسنه يمكن فقدناها، ما بعرف اذا رح بتضل ولا رح تتحسن الاحوال، بس باجواء اللبنانيه واللبنانيه اللي عايشين برا وبيجوا لهون وبعض الاجانب مش الحال، بس متاملين انه يكون على احسن. جبيل وغيرها من المدن اللبنانيه تفتقد روادها العرب والاجانب، فهل تشكل الاحداث الثقافيه المقبله بوابه لازدهار سياحي منتظر بالرغم من كل المعوقات؟